السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بداية وبمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024، توجه أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بكلمة للشعب الجزائري. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي اللهم وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا سيدنا محمد، ألف صلاة وألف سلام عليه. أيتها المواطنات، أيها المواطنون، ها نحن اليوم نودع سنة 2023 التي كانت غنية بالإنجازات، والتي خاض فيها وطننا المفدى بفضل شعبها الأبي خطوات ممتازة في طريق النمو والتقدم في مختلف القطاعات. ولمواصلة هذا النمو أدعو كل الجزائريات والجزائريين في العام الجديد إلى مواصلة المجهودات، كل من موقعه ومسؤوليته، للرقي ببلادنا إلى مقامات أكبر سيكون فيها عام 2024 عاما مليئا بالإنجازات بحول الله تعالى. تخطو فيها بلادنا أشواط تقربها أكثر إلى التقدم نحو مصافي البلدان المتطورة. تمنياتي للكل الجزائريات والجزائريين ولأبنائنا في الجالية بالخارج عاما سعيدا مباركا بموفور الصحة والعافية للجميع. كل عام وأنتم بخير. عاشت الجزائر حرة أبية شامخة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. شكل قرار رئيس الجمهورية القاضي بترقية 7 دوائر إلى ولايات منتدبة حلقة أخرى في مسار ترقية أداء المرفق العام بما يتماشى وتطلعات المواطن نحو التنمية والرفع من نوعية الاستجابة لانشغالاته. ومن الولاية المنتدبة الجديدة عين والسارة رصد لارتياح المواطنين وتثمينهم للقرار مع فوزية أشا. استحداث عين وسارة ولاية منتدبة قرار لرئيس الجمهورية رأى فيه الساكنة عهدا جديدا لأحداث التنمية بدوائرها الأربعة وبلدياتها العشر. هانا اليوم سيد رئيس الجمهورية بفضل السياسة الرشيدة أعطانا فرصة باش حنا ثاني نشاركوا في بناء هذا الوطن. نشكر رئيس الجمهورية على الالتفات لدائرة وسارة ليصعدها الى ولايه منتدبه. عهد وفى باللي انها الولايه تبقى تطلع ولايه منتدبه، والحمد لله اليوم تحقق لنا هذا الحلم. ونشكر السيد رئيس الجمهوريه على الوعد اللي وفى به. والساره قطب جايه في الطريق الوطني رقم واحد، وان شاء الله بربي في التنميه راح تشمل 4 دوائر و12 بلديه، وهذا من يعطي ديناميكيه للشباب باش يلقوا خدمه. احنا رانا فخورين بالولايه كي طلعت جديده، كي فاهمه، وعندنا طموح كبير انها تزيد للقدام. توجه رئيس الجمهوريه الرامي الى استغلال مقدرات كل ولايه وخصوصياتها ومميزاتها، كما هو الشان لعين وساره التي تمتلك اراضي خصبه وثروه حيوانيه تساهم في احداث الفارق المنشود. هي منطقه رعويه بامتياز ذات ثروه حيوانيه من سلالات الجيده على مستوى الوطن. ان شاء الله الدوله تكون تاخذ هذا المعايير بعين الاعتبار باش توقف مع الفلاحين ان شاء الله. عين والساره تمتاز ببيئه تربه خصبه، ونظرا للاهميه التي اعطتها رئيس الدوله والحكومه في المجال الزراعي، قمنا نحن نعمل على الاستثمار في المجال الفلاحي. تحديات تواجه الولاية المنتدبة مع توفر العوامل المساعدة من قانون استثمار جديد ومنطقة نشاط صناعي لتوجه ورؤية جديدة في الاستثمار. نطلعوا مع السارة عين وسارة ولات ولاية منتدبة
الاستثمارات تزيد مع الجهود تاع رئيس الجمهوريه. نشوفوا في المخطط تاع الدوله انه الاستثمار هو اللي يبني، المستثمرين هم اللي يبنوا الاقتصاد الوطني اليوم. سياسة رشيدة وحكيمة يمضي فيها رئيس الجمهورية لإحداث التوازن بين ولايات الوطن وتحويل كل الثروات الخام إلى منتوج مصنع يدر الثروة للاقتصاد الوطني. قرار ترقية رئيس الجمهورية 7 دوائر إلى ولايات منتدبة استقبله أيضا ساكنة مدينة بوسعادة بعد ترقيتها إلى ولاية منتدبة بكثير من التثمين والاستحسان باعتباره قرارا يدفع بالولاية قدما على طريق التنمية والازدهار لما تسخر به من مقومات سياحية وفلاحية وصناعية كبيرة. ملك درحمولة. وأنت تتجول في مدينة بوسعادة الساحرة لا تجد غير الحديث عن ترقية المدينة إلى ولاية منتدبة، فمنذ سنوات والمواطنون ينتظرون هذا القرار الذي أثلج صدورهم. الشكر، كل الشكر والاعتراف، كل الاعتراف إلى سيد رئيس الجمهورية على هذه المبادرة التي نثمنها. نشوفوا باللي هذا القرار حاجة زيادة في البلاد إن شاء الله، والبلاد زيادة تطور أكثر وزيادة تكون فيها مشاريع. الحمد لله أنه في جيلنا هذا سمعنا هذا الخبر من هذا المنبر ومن هذه المدينة العريقة، المدينة التاريخية بوسعادة. نزف عبارات الشكر للسيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وإلى الحكومة الموقرة على تصنيف مدينة بوسعادة في مصف الولايات. 8 دوائر و24 بلدية ستكون تابعة للولاية المنتدبة الجديدة بوسعادة، وبتعداد سكاني يفوق 600,000 نسمة، مؤهلة كبيرة وفي عديد الميادين مكنتها من تبوء مكان في مصاف الولاية المنتدبة الجديدة. تتميز بوسعادة بمساحة شاسعة، وبالأخص هي رائدة في الإنتاج الفلاحي، في إنتاج البطاطا وإنتاج القمح، تربية المواشي والأبقار، يعني تقدر حتى تحقق الاكتفاء الذاتي تاعها وتحقق حتى الاكتفاء الذاتي بعض الولايات. والحمد لله ماذا بنا تكون فيه استثمارات، يكون فيه تطور، يكون فيه ازدهار للمدينة وللولاية وللسكان وكافة المجالات إن شاء الله. نواكب هذا القرار تاع الجمهورية وإن شاء الله نرقى إلى ولاية بكامل صلاحيتها في كل المجالات، صناعة تقليدية، في الرياضة، في الصناعات، في إن شاء الله هنايا نكونوا نعطوا الوجه الأمثل لكل ولاية صاعدة إن شاء الله. لازمنا نكملوا على يدينا ويكون عمل إن شاء الله بيناتنا كاع يكون متواصل، لأن مدينة بوسعادة مدينة سياحية نحافظ على السياحة ونروجوا لها أكثر. نتمنى إن شاء الله من ولاية منتدبة منتدبة الولاية كاملة إن شاء الله يا رب العالمين. بوسعادة أو بوابة الصحراء الجزائرية بتاريخها وإرثها الحضاري الكبير، كل منطقة فيها تروي قصصا وقع في حبها الكثير، ولا تزال كل زاوية فيها شاهدة على حضارة هذه المدينة العريقة. وتبعا لقرار رئيس الجمهورية القاضي بترقية 7 دوائر إلى ولايات المنتدبة، أشرف أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مرات على تنصيب داود عادل واليا منتدبا لمسعد بولاية الجلفة. وخلال مراسم التنصيب أكد وزير الداخلية أن هذا التعيين يهدف إلى ترقية المرفق العام والهيئات المعنية بتحسين معيشة المواطن. إذن في مسائي السيد رئيس الجمهورية الذي أسس الذي يريد أن يؤسس لجزائر جديدة، جزائر التي يريدها جديدة لابد أن تكون مؤسستها جديدة، لابد أن تكون دعائمها جديدة. أقر السيد رئيس الجمهورية بعدما أنهى مسار الولاية 10 تاع الجنوب الكبير، إذن أقر بإضافة ولايات شبه صحراوية من الهضاب العليا ولكن جنوب الهضاب العليا، أبى إلا أن تكون من ضمنها مسعد، لأن المواطن في مسعد يستحق أن يكون قريبا من إدارته من ولايته. إذن هذا هو المسعى الذي تبعه والذي يريد تجسيده، ومن خلال هذا الشيء اللي نعرفه احنا كي تكون ولاية مش باش تكون أي ولاية، ولكن باش نرقي والمرفق العام. المواطن يحتاج إلى كل الخدمات
التي تضمنها الدولة لازم يوجدها في ولاية ذات صلاحيات كاملة. احنا لكم تعرفوا باللي السيد رئيس الجمهورية يلح على الديمقراطية التشاركية، ومن خلال كل تعهداته دائما المواطن هو المحور انت اهتماماته. تعزيزا للتجارة البينية في إفريقيا لا سيما بين الجزائر والسنغال، تم إنشاء البنك الجزائري السنغالي لمرافقة المصدرين الجزائريين عبر تسهيل التعاملات المصرفية بين البلدين. موفد التلفزيون إلى دكار عبد الوهاب أفتيسا. هذا البنك يجسد تعهدات رئيس الجمهورية الرامية إلى الانفتاح على القارة الإفريقية باستحداث مؤسسات ترافق المستثمرين والمصدرين الجزائريين لتكون عامل ضمان وتأمين للتعاملات المصرفية والمالية خارج الوطن. هذا القرار كان جيدا ويساعد في تسهيل المعاملات البنكية بين الجزائر والسنغال ويسمح بتفعيلها أكثر. فتح بنوك جديدة في السنغال أمر مهم بالنسبة لنا كسنغاليين وللبلد ككل، والجزائر فتحت ذراعيها للسنغال. الانيشاتيف كما يقولوا البداية مليحة وبداية صعبة، كل بداية في أي حاجة صعبة لازم شوية وقت، نشجع هالبداية احنا يعني من فيها عندها مستقبل. الهدف مش السنغال، هدفنا لا سوريجيا، معناها عندنا الغيني والغومبي والمالي والنيجير ومام ان بو بلو لوان نجموها طول الطوغو والبنان. اكسبورتاتور ايدي راسوري تما مهني، ومع فتوح البنك هذه ديال البنك الابياس ديال الجزائريان سنغاليز نطلبوا منها تكون ترافق المصدر، يقعد عنده الاكسبورتاتور ان كونت تبعث نتايا ديريكتومون لو كليون على بنك يفي ان فيرسمون اي فو جوري فو ديفيز. وجود بنك والتسهيلات الماليه يعطي فرصه للمؤسسات لفتح اسواق والتعامل مع زبائن هنا في السنغال عن طريق استفاده من التسهيلات الماليه. بوابه الجزائر في افريقيا، البنك الجزائري السنغالي ثاني مؤسسه ماليه خارج الجزائر، ثمره شراكه بين اربعه بنوك عموميه يعد داعما أساسيا وركيزة لتنويع الصادرات والتخلص من التبعية النفطية من خلال تسهيل الاستثمار والمبادلات التجارية بين الجزائر وإفريقيا. الخبرة الجزائرية في مجال البنوك ستساهم في تطوير الاستثمار البنكي في بلدنا وتجعل المستثمرين الجزائريين يعملون في أريحية هنا. De l'expérience et pouvoir développer notre pays qui est le Sénégal. مرافقة كل المتعاملين الاقتصاديين بصفة عامة والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين بصفة خاصة، هذا البنك سيسمح بخلق مناخ ملائم لاستقبال وإرشاد وتقديم كل الشروحات الوافية عن مناخ استثمار في الجزائر وفي السنغال خاصة تقديم لهم كل يعني المرافق والتسهيلات. مثل هذه الإجراءات والخطوات التي تعد من أكثر الآليات فعالية للتجارة الخارجية تترجم نظرة واستشراف الجزائر في رسم خريطة اقتصادية جديدة بإفريقيا واحتلال المكانة الحقيقية على هذا المستوى. صدر في العدد رقم 86 من الجريدة الرسمية قانون المالية لسنة 2024 الذي وقع عليه رئيس الجمهورية يوم 24 من ديسمبر الماضي، وتضمن القانون عدة تدابير تشريعية تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها. وتتضمن ميزانية الدولة في إطار هذا القانون نفقات عمومية هي الأضخم منذ الاستقلال، حيث بلغت 15275 مليار دينار جزائري فاصل 28، فيما يتوقع أن تبلغ الإيرادات 9105 مليار دينار جزائري فاصل 3. وتم إعداد هذه الميزانية على أساس سعر مرجعي ب60 دولارا لبرميل النفط و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
دوليا في تطورات الوضع بفلسطين المحتلة، تواصل قوة الاحتلال الصهيوني عدوانها على غزة مستهدفة بالقصف المدفعي شرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع ومحيط مناطق جباليا البلد والتفاح شمالا، كما سقطت القنابل المدفعية على عدة أحياء وسط مدينة خان يونس جنوب البلاد، حيث استقبل مستشفى ناصر الطبي شهيدا وستة إصابات بينهم أطفال. هذا وأحصت مدينة خان يونس خلال 24 ساعة الماضية 35 شهيدا معظمهم أطفال ونساء، لترتفع بذلك حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى أزيد من 21,800 شهيد ونحو 56,500 مصاب. وبين سنة أدبرت وأخرى أقبلت، يتطلع الشعب الفلسطيني إلى إنهاء الاحتلال الصهيوني الغاشم، ويأمل في أن تسود قيم الإنسانية في غزة على غرار كل دول العالم. مراسلنا من غزة وسام أبو زيدة. ما زال صوت القنابل والمدافع يسمع دويها في أرجاء غزة، ليس احتفالا بحلول عام جديد، بل لقتل المزيد من الشعب الفلسطيني الذي كان ضحية لحرب مدمرة ومستمرة منذ 3 أشهر، فقدت فيها العائلات بعضهم بعضا، ودمرت غزة على من فيها، وما زال أسامة وعمر تحت الركام من بين 7,000 مفقود وأكثر من 21,000 شهيد وآلاف الجرحى. سنة 2023 سنة سيئة كانت بكل تفاصيلها، سنة بتحكي فيها أنت، يعني كان فيها أكثر من تصعيد، ونهايتها كانت حرب، لحتى الآن الحرب مستمرة، حرب شرسة طبعا. يعني سنة بكل تفاصيلها سنة سيئة جدا. إحنا عندنا كل يوم بنودع شهيد، كل يوم مجازر، كل يوم دم، فيش يوم بمرق قاعد على غزة إلا يكون في دم، يعني مجازر. عام مضى وسيحتاج الشعب الفلسطيني سنوات وسنوات ليستفيق من هول الدمار والخراب والمعاناة، كي يعيد بناء ما دمره الاحتلال من منازل لمليون ونصف إنسان خلال العدوان، ويعيشون بالخيام دون مأوى ويفتقدون لأدنى مقومات الحياة. إيش تحكي في سنة جديدة وأنا عندي 11 شهيد؟ فهمني إيش تقول سنة جديدة؟ إحنا عندنا الجديد زي العتيق، إحنا الحين أنا عمر 50 سنة، ما شفتش في 50 سنة يوم واحد حلو، الحمد لله رب العالمين. إيش تحكي في سنة جديدة والعالم بتموت هادي؟ إذا كانش عندك شهيد جارك شهيد، إذا مش جارك ابن أختك ابن أخوك ابن خالك ابن عمك، ما فيش سنتيمتر مربع واحد في غزة إلا في شهداء. حسبي الله عليهم. فغزة تستقبل العام الجديد بالدموع والأحزان على كل حبيب وقريب وفلذات أكبادهم وأبنائهم، لأنهم لن يكونوا معهم العام المقبل هذا إذا ما بقوا أصلا على قيد الحياة في ظل استمرار العدوان، وأصبحت رائحة الدم والمقابر الجماعية تنتشر في كل مكان. إن شاء الله بنرجع عدورنا، وممكن إحنا نستشهد، يمكن نضلنا عايشين، يمكن الله أعلم حياتنا كيف بدها تكون. سنة 2023 من أصعب السنين اللي مرت على الشعب الفلسطيني بعد النكبة 1948، خاصة أنه شهدنا حربين فيها، حرب شهر 5 وحرب شهر 7، مجازر مرتكبة، بيوت بتروح، ناس بتروح، فقدنا حبايب كتير وأصدقاء كتير والأهل كتير. فسيبدأ العام الجديد وما زال الاحتلال الإسرائيلي يحصد أرواح الأبرياء، تاركاً دمعة في كل بيت فلسطيني، وغصة في قلب كل المناصرين لقضيته العادلة. وأسمى الأمنيات هنا أن يكون العام المقبل دون احتلال ودون حصار ودون قتل ودون تدمير. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. في الرياضة، نشط أمس الناخب الوطني جمال بلماضي بملعب نيلسون مونديلا ببراقي ندوة صحفية تطرق فيها إلى القائمة التي اختارها لنهائيات كأس إفريقيا للأمم بكوت ديفوار، وهي قائمة تضم حسب الناخب الوطني أسماء تمتلك الخبرة وأخرى شابة. هذا ويتنقل اليوم المنتخب الوطني إلى العاصمة الطوغولية لومي لخوض المرحلة التحضيرية الأخيرة للنسخة 34 لكأس إفريقيا للأمم المقررة من 13 جانفي الجاري إلى 11 فيفري القادم بكوت ديفوار.
ونختم بالفن الرابع، حيث اختتمت سهرة أمس فعاليات دورته 16 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف بتتويج مسرحية ثورة للمسرح الجهوي سيدي بلعباس بجائزة أحسن عرض متكامل. الحفل أشرفت عليه وزيرة الثقافة والفنون سوريا مولوجي بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيكا إلى جانب الأسرة الفنية وجمع غفير من محبي الخشبة. عبد الجبار بن يحيى. من تحت الردم عرض مسرحي يوثق مسارات خالدة للفن الرابع، محطات مذيئة تنير سهرة اختتام فعاليات المهرجان الوطني للمسرح المحترف في دورته 16. يأتي المهرجان ليكرم نجوما قدموا الكثير للمسرح الجزائري. الحمد لله هذا تكريم وتتويج يزيد لي السمعة ويزيد لي يشجعني ويزيد تاني كي يخليني نأمن باللي إن الجزائر ما تنساش ولادها. ساعة الحسم حلت، 13 فرقة مسرحية تتنافس على جوائز المهرجان، فرجة ومتعة وفوز باقتدار. هذه المسرحية مسرحية سفر، هي يد ممدودة وبقوة لإخواننا في فلسطين حتى نقول لهم نحن الجزائريين فلسطينيون أيضا. كنت في دور كيشيروا، يعني هذا الدور الرجل الإفريقي الذي يحاول أن ينتقم من أعدائه من أجل الضفل بالحرية. تأتي هذه الجائزة بمجهودات كبيرة من سيادة المخرج والعمل على الشخصية بشكل معمق وبشكل جلي. وهذا التتويج نهديه لروح السيدة سونيا اللي كنت يعني من رفاق تاعها في العمل. هذا التتويج إن شاء الله من المزيد من العطاء. ثورة هي مضمونها مأساة، هي مأساة إنسانية، تراجيديا إنسانية تتكلم على كل الثورات في العالم عبر كل الأزمنة وكل في كل مكان، تتكلم على أن الثورة تكون ثورة الإنسان، ثورة الحب، ثورة الشعوب المضطهدة ضد المستعمر. المسرح التحام بين الجمهور والممثلين، قصة تتجسد على الخشبة، تجربة إنسانية تحاكي الحياة، متعة ومعرفة ورسالة. وصلنا مشاهدينا بهذا إلى ختام هذا العرض الإخباري. أشكر لكم المتابعة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.